احنا الفيديو جراف اللي هنشوفه دلوقتي مع كل حضراتكم بيتهيألي انه ممكن يجاوب على اسئله يعني موجوده في عقليه ناس كتير مش عارفه الفرق بين المشي الحر والمشي على اجهزه المشي، بين الجري الحر وبين ان انت تستخدمي التريد ميل. بالمناسبه انت بتحسي فرق بين الاثنين؟ بص انا يعني من الناحيه ان انا بنبسط اكتر، لا طبعا لما بتمشى في الشارع ده اكيد، لان التريد ميل ممله جدا، ده حاجه. الحاجه الثانيه بتكلم على احساسك فعلا بالفايده اللي عايده عليك من ممارستك للمشي. بص هو الناس المتخصصه دايما يا كريم بيقولوا ان المشي على التريد ميل خطر شويه، لان انت ليه بقى ان انت دايما بتخلي السرعه، لو انت ما غيرتش السرعه يعني انت لو فضلت على سرعه معينه ده غلط، ده بيجيب خشونه في الركبه، وبعدين انت ما ينفعش تفضل على يعني الطبيعي ان احنا ما بنمشيش بنفس السرعه على طول، فالفكره ان انا لازم اغير كل شويه في السرعه بتاعتي دي مهمه جدا، والناس بيقولوا ان هي خطر اصلا. يعني الخشونه دي ما بتتحققش في حاله المشي او الجوجنج العادي؟ لا ممكن بس بشكل اكبر على التريد ميل. يعني التريد ميل لو انت هتسال متخصص تقول له امشي او اجري عادي في الشارع على التريد ميل هيقول لك اكيد في الشارع افضل بكتير، بس خلونا نسال او نشوف المتخصصين. هنشوف كده في الفيديو جراف اللي جاي ده الفرق ما بين يعني اجهزه المشي بانواعها المختلفه وما بين الجري الحر. تعال نشوف. ده موجود. شوف حضراتكم بقى تفضلوا ايه. بس انا يعني انا بحب اكتر المشي في الشارع في الجنينه، يعني ايام الحظر كنا بنتمشى دايما في الزمالك، كانت بالنسبه لي متعه حقيقيه، يعني غير ان انت تتمشى على التريدميل ممله شويه لو مش معاك حد او مش معاك ميوزك تسمعها او حاجه.